الآن اللاعب الكبير، اللاعب المدافع الكبير في تاريخ منتخب مصر، الاسم الكبير في تاريخ نادي الزمالك، كابتن محمود فتح الله، المدرب العام الحالي بنادي بيراميدز. يا كابتن محمود، مشرف ومنور حبيبي. ربنا يخليك كريم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ ربنا يكرمك. تسلم حبيبي والله، الحمد لله يا رب دايما. مفاجأة ان بيراميدز يلعب سوبر، مفاجأة برضو، هي مفاجأة حلوة. فريق كبير زي ما قلت في المقدمة النهارده، هو فريق ولد كبيرا، وكونه يلعب قدام النادي الاهلي بديلا لنادي الزمالك، فاحنا ايضا نضمن مباراة كبيرة في السوبر المصري يوم الجمعة القادمة. والله كريم، الموضوع يعني جه فجأة، عندنا ماتش في افريقيا وللأسف ما صعدناش، زائد ان بعديها عملنا رحلة طيران صعبة جدا، يعني اتأخرنا كمان هناك 10 ساعات، وبعدين طيران 11 ساعة ونزلنا أوغندا. يعني قعدنا بعد الماتش حوالي يوم ونص، ولسه راجعين النهارده الساعة 7. فبعديها بقى في نفس اليوم اللي رجعنا فيه رحنا نتمرن، وتم تكلفنا من النادي إن احنا نلعب ماتش سوبر، فإن شاء الله نعمل. يعني أكيد في حالة إجهاد كبيرة جدا للعيبة، وكمان في حالة حزن على خروجنا الافريقي طبعا، لكن تم تكليفنا، وان شاء الله يبقى دي حاجه يمكن ربنا بعتها تعوضنا ان شاء الله. تم تكليفكم انت طبعا، انت اكتر واحد تبقى عندك درايه بالحاله الفنيه والبدنيه، وبالتاكيد احنا كلنا متفاهمين ان بيراميدز مش هيبقى في حاله فنيه وبدنيه عظيمه جدا، وبالتاكيد معنويا بعد الخروج من الكونفدراليه. بس من جانب اخر يا كابتن محمود، ممكن تبص لها انها فرصه ان بيراميدز كمان يقدر ياخد البطوله اللي بيبحث عنها منذ 5 سنوات، بطوله في المتناول، بطوله ممكن تبقى في المتناول، منافسه من مباراه واحده امام النادي الاهلي، ممكن تبقى بطوله تعويض لبيراميدز عن خساره الكونفدراليه الاخيره. بنتمنى والله كريم ان ربنا يكون بعتها تعوض لينا، لان اللعيبه وامكانيات اللعيبه تستاهل تنهي الموسم ببطوله. لكن بقول يعني الحاله اللي كانت بعد الماتش الافريقي وطلعنا، اكيد حاله كلنا كنا زعلانين، كل النادي كان زعلان طبعا ان احنا طلعنا، لان كان عندنا امل في البطوله دي كبير جدا. لكن يعني هتتعامل، وخد بالك انت لما يعني تطلع لعيبتك وتحاول تجهزهم نفسيا لماتش 90 دقيقة بطولة، غير لما تجهزهم لماتش في الدوري. يعني أكيد تجهزهم لماتش بطولة بيبقى يعني أسهل شوية. يعني بالتأكيد بالتأكيد الأمور هتبقى مش من الحاجات الهينه انك تلعب قدام النادي الاهلي في مباراه السوبر. بس فنيا، فكره ان انت لسه ملاعب الاهلي في كاس مصر، في نهائي كاس مصر، دي اكيد وانتم بتشتغلوا فنيا يا كابتن محمود هتبقى مفيده ليكم. انتوا شفتوا الفريق عن قرب. يعني احنا بالنسبه للاهلي كتاب مفتوح، والاهلي بالنسبه لنا اكيد برضو كتاب مفتوح، ولعبنا مع بعض كتير، واخرهم ماتش كاس، وعملنا ماتش يعني محترم. ده اللي انا عندي ثقه فيه، ان لعبتنا برغم حاله الاجهاد والزعل على الخروج الافريقي، انا واثق في اللعيبه يعني 100% انهم هيعملوا ماتش كبير يليق بامكانياتهم ان شاء الله، وهيحاربوا على الفوز بالماتش، برغم انك بتلعب اكيد فرقه محترمه وفرقه كبيره طبعا، وهم مستعدين. احنا يمكن اتفاجئنا شويه، احنا هم مستعدين من بدري، لكن ان شاء الله انا واثق ان اللعيبه هتعمل ماتش كبير ويكونوا عند حسن ظننا ان شاء الله. كابتن محمود، دلوقتي احنا بنتكلم في عبد الله السعيد واسامه جلال وشريف اكرامي، دول اكيد مش موجودين في المباراه، في اسماء ثانيه هتغيب عن المباراه؟ والله لغايه دلوقتي الثلاث لعيبه دول بس اللي مش معانا، الباقيين يعني في ناس رجعوا من الاصابه وبداوا يشاركوا على فترات بسيطه وعلى دقائق بسيطه الفتره اللي فاتت، وده يمكن اللي شويه برضو اثر علينا. يعني احنا عندنا في اخر شهر كم اصابات مش طبيعي، صح. يعني في ناس مش معانا خالص، وفي ناس قعدت ورجعت بس يعني قبل الماتشات الرسمية بيومين ثلاثة، يعني بدنيا ما لحقوش يجهزوا، بيستعمل في قوام معين بيتحرك فيه، فيعني ان شاء الله يعني كله يبقى متاح ما عدا الثلاث اسماء اللي انت قلتهم ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى لكم مباراة كبيرة ان شاء الله قدام النادي الاهلي. كابتن محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما قلت لكم، هي ان شاء الله هتكون مباراة كبيرة في كل الاحوال.